نمر مشاهدينا إلى خبر آخر، واستعدادا لمواجهة أي حرائق محتملة خلال موسم الصيف، كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد اليوم الخميس أن وزارة الدفاع كانت قد باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه روسية الصنع. الوزير وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أكد أن الدولة الجزائرية حريصة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية اللازمة لمواجهة الحرائق لموسم 2023. نتابع. تعمل إدارة الغابات خلال كل سنة بالتنسيق مع المصالح المعنية على تحضير الحملة الوطنية السنوية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات من خلال إنشاء أحواض مائية تستغل للاستعانة بها كمصدر للمياه أثناء نشوب الحريق، إضافة إلى فتح المسالك وحفر الفنادق الغابية. كما تحصي المديرية العامة للغابات تنصيب ما يزيد عن 387 برج مراقبة ونشر 544 فرقة متنقلة و 748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابل للتجنيد في حالة الضرورة القصوى. يتم تزويدها بالوسائل اللازمة لعملها بحيث تتوفر على أزيد من 3523 نقطة مياه، 324 شاحنة من الوزن الخفيف مخصصة لمكافحة الحرائق، منها 80 شاحنة استفدت منها خلال سنة 2023، إضافة إلى 42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه. فقد بشرت وزارة الدفاع الوطني الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع من نوع برياف 12 لتر، والتي كان من المفترض ان نستلمها، انما الاوضاع على مستوى روسيا واوكرانيا نظير الحرب التي تشهدها هذه المنطقه حال دون ذلك، ولكن قد ان شاء الله نستلم طائره في الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله بعد تدخل السلطات العموميه واجراءات خاصه تم اخذها. كما بشرت السلطات العموميه اجراءات استئجار 6 طائرات قاذفه للمياه مرفقة بطاقم تقني للمياه الجوية، والتي سيتم استلامها خلال الأيام القادمة إن شاء الله.